متزوجة بيه، وكيجي كيتعدى عليا، عندي بنت وولد معاه، كيجي يتعدى عليا كيتكرفس عليا ديما. مني كنت باقا مرتو كان كيتكرفس عليا وكيضربني، كيضربني انا وكيضرب الدردي. دابا انا طلقت منه، ديما مكرفس عليا ديما، مني كنت مطلقه منه، دابا مني كنت مزوجه به، دابا مني طلقت منه ديما مكرفس عليا. مشيت ديكلاريت الكوميساريه، مشيت شحال من مره للكوميساريه، كيقولوا لي ما عندنا ما غنديروا لك، هذاك راجلك هذاك، وانا باقا ما مطلقاش منه، جا خدا لي حوايجي كلشي، الدار كلها خواها ليا، خوا لي المحل كله، دا لي حوايجي ومشيت خديت حوايج اخرين هزيتهم بالكريدي، كل مره كنعطي شويه، جا فرقع الباب وهز لي حوايجي كلهم داو، ومشيت انا ورجعت خديت حوايج اخرين خديتهم بالكريدي، ودخل المحل فرقع لي المحل وخدا لي الحوايج كلهم داو، معيط عليا قال لي راه خديت كلشي ديتهم. انا هاد السيده هذا بزاف عليا، معانا ديكلاريت، مشيت عند وكيل الملك ما خليت ما درت، كنمشي للكوميساريه كيقولوا لي يا سيري هذاك راه باقي راجلك. دابا مني طلقت منه ولا كيمشي يشرب ولا يمشي يدير شي حاجه ويجي يطلع عليا حتى المحل عندي هنايا، كيتكرفس عليا كيضربني، كي في الزنقه يضربني قدام الناس، حتى شي واحد ما كيوصل، حتى شي واحد ما كي كلشي واش كيخافوا منه واش ما عرفتش، انا ما عارفاش دايره شواهد دايره كلشي، وانا ما عرفتش، انا ما عرفتش المخزن ما خداش ليا حقي. قال لي وكل مره كنمشي ندفع ديكلاراسيون كندفع عليه ما داروا معايا حتى شي حاجه. اليوم ملي مشيت دفعت قال لي خاصك تمشي للكوميساريه اللي تابعه لهم هما ديال الاناس، ولكن انا مضروبه في المسيره واحد، راه خاصني انا نمشي للكوميساريه اللي تابعه لي انايا، انا ما عارفاش، وانا سال الخدمه ديالي باغيين يجريو عليا، حيت كل مره كنمنط مولات المدرسه جرت لي على الدراري في من الحضانة، أنا بزاف أخويا ما عرفش، أنا ما عرفش كي غندير، ما عرفش هذا الزمن أخويا، أنا اللي كنصرف عليهم وأنا اللي خدام عليهم، وأنا اللي هذا بوحدي، راه شتو العيشة كي دايرة، شتو الحالة كي دايرة، وكنخاف أكثرية الدرية، كنخاف عليها بزاف، كنخاف على الدرية، الدرية باقا صغيرة وباقا كنخاف عليها، الحضانة وفي في الزنقة في كل شيء، شتي الحالة، شتي الحي كي داير خويا. أنا كنطلب هاد السيدة دابا، بغيت ناخد، بغيت شي حد ياخد ليا حقي من السيد، وبغيت شي حد يعاوني، هادشي اللي كنطلب أنا منك. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك، نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة، نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.